قتل شخص وجرح آخرون بقصف مدفعي وصاروخي مكثف شنته قوات النظام على بلدات وقرى بريف إدلب الجنوبي. وقال مراسل تلفزيون سوريا أن قوات النظام استهدفت بأكثر من 100 قذيفة صاروخية ومدفعية بلدات وقرى في البارة والفطيرة وكنصفرة وسفوهن في جبل الزاوية، ما أدى إلى مقتل مدني وجرح آخرين في بلدة البارة بالتزامن مع تحليق طائرات استطلاع روسية في سماء المنطقة. قتل شابان على يد أصدقائه في حماة إثر خلاف حدث بينهم حول تقاسم مسروقاتهم. وقالت وزارة الداخلية التابعة للنظام في بيان إنه عثر على جثة مصابة بطلق ناري بالرأس ضمن غرفة مهجورة تقع على طريق بلدتي معردس وكوكب داخل أحد حقول الفستق في المحافظة. وبعد التحقيقات ألقي القبض على صديقي المقتول، حيث اعترفا على إطلاق النار على المغدور من بندقية حربية وسلب جواله بسبب خلافات حدثت بينهم من أجل تقاسم المسروقات وبيعها. ذكر عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق محمد الحلاق أن تكاليف الحصول على سجل تجاري من الدرجة الرابعة تتراوح بين 800 ألف ومليون ليرة سورية، مبينا أن 85 ألف ليرة تدفع لغرفة التجارة و150 ألفا لأمانة السجل التجاري، إلى جانب مدفوعات أخرى للتأمينات الاجتماعية ورسوم اشتراكات وضريبة رواتب. هذا وكانت وزارة التجارة الداخلية قد أمهلت أصحاب المحال مدة أسبوعين للحصول على سجل تجاري خلال كانون الأول الماضي، لتقوم بعدها بتمديد المهلة حتى نهاية شباط المقبل. وعلى خلفية ذلك شهدت أمانات السجل التجاري ازدحاما شديدا من قبل المواطنين بعد إقرار المهلة خوفا من العقوبات والمحاسبة. رفعت وزارة الصحة في حكومة النظام أسعار الأدوية بنسبة 50% بحجة استمرار توفيرها في الصيدليات. وزعمت مديرية الشؤون الصيدلانية في الوزارة أن الزيادة السعرية جاءت أيضا بناء على ارتفاع سعر الصرف، إضافة إلى ارتفاع تكاليف حوامل الطاقة وحرصا على استمرار توفر الأدوية في السوق بحسب ما ادعت. يأتي ذلك بعد مطالبة المجلس العلمي للصناعة الدوائية برفع أسعار الأدوية بنسبة 152% بقوله إن ذلك للحفاظ على عجلة الإنتاج في المعامل وتجنب تفاقم أزمة الدواء الحالية. وكانوا قد حذروا من خطر فقدان أصناف دوائية واسعة كلما تأخرت وزارة الصحة بإقرار تسعيرة جديدة. قالت مصادر محلية لموقع تلفزيون سوريا أن صيدليات دمشق وريفها تشهد انقطاعا تاما لجميع أنواع حليب الأطفال بعد إقرار حكومة النظام برفع أسعار الأدوية. وأضافت المصادر أن سعر العبوة الواحدة من حليب نان يصل إلى 39 ألف ليرة سورية، في حين وصل سعر عبوة الحليب من نوع بيوميل إلى 34 ألف ليرة سورية، مشيرين إلى أن مستودعات التوزيع ترفع قيمة حليب الأطفال عن السعر المحدد بنسبة تتجاوز 50% بذريعة فقدانه وصعوبة تأمينه، فضلا عن رفع الحكومة اللبنانية الدعم عن حليب الأطفال الذي ساهم أيضا في ارتفاع سعره في سوريا، مؤكدين أن معظم الكميات المتوفرة في صيدليات العاصمة دخلت عبر طرق التهريب من الأراضي اللبنانية. أمهلت الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد التابعة للنظام تطبيقات النقل الإلكتروني مدة 15 يوماً للحصول على التراخيص اللازمة لمباشرة عملها تحت طائلة المحاسبة. وكانت سوريا للاتصالات منحت تراخيص لشركتي الطريق الأخضر لاستخدام تطبيق وصلني ولشركة هالة تكنولوجي لاستخدام تطبيق وديني لتقديم خدمة نقل الركاب بعد استكمالهما الموافقات اللازمة من وزارة النقل. يأتي ذلك بعد إصدار رئيس النظام قراراً يقضي بخصخصة قطاع النقل وأعطاء الشركات الثلاث الخاصة موافقة مبدئية للعمل وفق تطبيق نقل الركاب الإلكتروني. ختام نشرة أحوال حلقة اليوم، أما الآن فإلى ملفات الليلة ونبدأها بقرارات وزارة النقل فيما يخص نقل الركاب بمناطق النظام.